السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صهيب جيمر. جيتكم بجديد في بيد وورز سيرفر هاي بيكسل. هاي بيكسل صح اسمه هاي بيكسل؟ صح. يب. ومعي زين. طبعا اليوم راح نلعب تحدي بيني وبين زين. التحدي كالاتي، انه بكسر اسرة اكتر بياخذ نقطتين، والبتبح واحد بياخذ نقطة، واحنا اخر المقطع بنجمعهم مع بعض وبنشوف مين جاب نقاط اكثر. اللي بجيب نقاط اكثر هو الفايز. وطبعا في مقدم حسابين ماينكرافت اصلية، اذا انا فزت من زين، يعني اذا انا فزت على زين راح اعطيكم انتوا المشتركين حسابين ماينكرافت اصلية. وفي بالديسكريبشن رابط حاطه شو اسمه هذا، جي جي صح؟ الرابط هذا موقع انتوا ادخلوه ولا يهمكم، بس ادخلوه عشان تقدروا تدعموني انه اعطيكم انا حسابات الماينكرافت، لانه اذا ما دخلتوا على الموقع مش راح اقدر اجيب لكم حسابات ماينكرافت اصليه. وهذا زين عشان انا قاعد بقدم وبحكي، راح التيم يبلش يشيل التيمات. ماشي، انا بفرجيك. كل سرير عليه نقطتين صح؟ يب، السرير عليه نقطتين، والذبح الذبح ذبح الشخص تاخذ عليه نقطه، يعني بنجمعهم احنا اخر شيء. كمان عندي فكره. ايش هي الفكره؟ لو مت تروح منك نقطه. لا والله انا خايف من الموضوع، لاني خايف اموت. فاهم كيف؟ اوكي، هذا اول واحد. اول سرير حلو. اوكي، انا بروح للجرين. انت بعرفش كيف بدك تجمع نقاطك، انت بدك تعدهم واحد وواحد صح؟ وفاينل كل ثلاث نقاط هيك. ثلاث نقاط صرت انت نقطتين ونقطتين اربع. الحين دعست ثلاثة وكسرت سرير، يعني خمس نقاط صح؟ دعست اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاث. اوكي ما شاء الله حركات انت صاير. انا رايح على جرين. اسمع، التيم اللي بروح عليه ممنوع تيجي عليه. اوكي، التيم اللي باجي عليه يب ممنوع تيجي عليه. يعني انت بتروح، انت عملت الطريق وهذا، وانا اجي اكسر بيضه السرير. ما بصير. فاهم؟ اي انا بكسر الجرين. اوكي، لا اوكي، حاطين هذول موارد اكثر. خلينا نرجعوا اكتين تي كمان. يب شلت الاول، شلت الثاني، شيل السرير، حط تي ان تي هون عشان لما يطلعوا افجرهم. هيك معي اربع نقاط، فبذبح كمان اثنين بصيروا سته. حاولت اخليهم عايشين. فاهم علي كيف؟ بس حركات انا عشان اخذ نقاط اكثر. خلينا نروح لهم. سريرنا طبعا مكشوف. زمتنا مشان زمتنا احتمال. هذا انتحر. اوكي، اسمع، الكلز تطلع في نهايه الجيم ولا لا؟ اول ما تخبي هذا شفته. تعال، لا ما يشردش، لا اخذوا اليلو، لا يا ما ياخذوش اليلو، لا 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 صهيب. شلته هيك احنا متعدلين صح؟ ولا انت ذبحت حدا؟ المشكلة اسمع، خلص احنا بنحسب الكلز اخر المقطع ونشوف مين فاز. اوكي تمام، خليني بس اجيب جولدن ابل عشان اكل. اوكي، المشكلة تعرف ايش؟ ان الحين لو طورت مثلا تطويرات حتجيك انت كمان. يب. فما استفدت شيء. لا هيك منيح. لا اسمع، احنا تيم ورك عشان ايش؟ حركات بركات. فاهم علي؟ انا معي تي ان تي شغلات حلوة. اوكي، بدي احط الاغراض تاعوني هذول بالاندر شيست عشان ما استفيدش الصديق تاعي، فعشان اقدر افوز عليه يعني. حركات نزالة. يب شايف كيف؟ اوه ديم، هذول حاطين بدي اشي بكاكس. يا شباب شايفين انتو حاطين هدلك بيدروك، شغلات هاي القويه مش ضايق غير لا حاطين اشي قوي، ما ادري شو احكي لك اسمه. اندستون. ياب اندستون، ياب هذا اللي بده بكاكس يعني. بالعربي. اوكي، بجيب بكاكس. اوكي، معي بكاكس، معي تي ان تي، معي شغلات حلوه، فبحاول اروح لهم هلا وندبحهم ان شاء الله. انا اكثر منك. اوكي. لا والله مشكله صديق، انا ذبحت بس ثلاثه وكسرت سرير بس. انت كم واحد دفعت لهلا؟ كمان ثلاثة سرير. كمان سريرين وست اشخاص يعني؟ واو. اوكي، انا اروح تاع تيم. المشكلة التيم ايرون وسيف ايرون، يعني معهم شغلات كثير منيحة. اوكي، بحاول ادفع برا العالم. هات، حاول ادفع برا العالم. اوكي اخذت كل بمنتهى السهولة. ايه صاحبي، اخذت كل بمنتهى السهولة. هذا تيمك شكله سهل، بس تيمي انا مرة صعب. اوكي، بكسر السرير. ول وين السرير يا زلمة؟ مش مبين السرير. بحاول افجر. لا جاني 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 جاني. لا 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 لا. دبحته. كسرت السرير ودبحته اثنين. كسرت السرير ودبحته اثنين. اوكي هلا اتكلم. باقي لي الاكوا. حلو، هلا انت بش عنده، بش رايح لهم. راحت علي. ليش؟
لانك انت كسرت هذا السرير اخر سريرين كسرت. يب حلو. كسرت سريرين. انا ما كسرت الا سرير لين دحين، فلازم اروح للاكوا. يب فحاول روح على الاكوا قبل ما اوصل لون. لكن انت مش عامل طريق لهلا، فاهم علي؟ يعني الباب هذا فهم ايه التبكت شوي. انا ما عليهم اروح بس. من هذا مو ما وصلت لهم طريق، لكن رحت من الوايت في طريق جاهز. اوكي اروح اموت، اروح اموت. انا بروح ايش بكسر لك اياهم قبلك، احاول اكسرهم قبلك، لانه اخر اخر سرير يعني التحدي النهائي الفاصل بيني وبينك، يعني اذا كسرته انت يعني خلاص انتهت الجوله. الله شلت واحد، شلت واحد. ضيفه ضيفه هذا ضيفه انت، انا شو ضيفه انا. اوكي خلينا بس خلينا نروح. وين الاكوا؟ وين الاكوا؟ يا رب تموت، يا رب تموت. اه صح، واحد عندي، واحد عندي موت. اسمع موت احنا موت اتفقنا بدنا نتبقى. مش فاهم كيف يا صديق. اتفقنا احنا اذا ذبحك سالب نقطه ولا عادي؟ لا خلاص عادي، خليها عادي. اها اوكي شردت، طيحت واحد الاكوا ذبحته. هيك اسمع بس ضربه واحده اخذت نقطه على الراحه، فاهم علي؟ اي كنت مدمج هذا كمان. يب حاول اطلع 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 بلوكات 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 سريع سريع. لا طيحني، حاول اطلع بلوكات كمان مره. لا 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 بموت، لا 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 بموت، لا 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 ما اتفقناش. لا 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 شرد، لا ذبحني يا الله. معي جولدن ابل بس ما اكلتهاش، مش قادر اكلها، فيش وقت معي اكلها، فاهم علي؟ ابى اخلي لك الاكو لك، خلي لك وانا رايح لليلو يا صاحبي. معليش ابى نقص، فيش معي موارد. لا مشكله والله، مشكله يا صاحبي، فيش معي موارد. انت ماخذها كلها ورايح صح؟ انت رايح لليلو على سبة انه بيضته مكسوره يعني ولا نقطتين؟ انا كاسر اليلو. لا انا كسرته، كسرتهم وذبحتهم بس رجعوا رسبنوا من اول وجديد. انا كسرت ذبحتهم بعدين رسبنوا، فهمت؟ تمام تمام. ذبحتهم بعدين كسرت السرير، فكانوا هم كانوا تقريبا شو اسمه كانوا يذبحون بس انا باخر لحظه، يعني فهمت علي؟ خلاص شلت واحد، شلت واحد، باقي لي واحد. اوكي انا بروح بحاول اذبح الاقوى بعدين اكسر السرير بعدين ارجع اذبحهم، فهمت كيف؟ انه عشان اخذ نقاط اكثر، نقاط زياده. يب 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 هاي الحركة اللي عملتها اصلا باليلو بس ما قدرت اذبحهم. في واحد اكوا بالنص، حاول اروح اذبحه، حاول اشيله، معاه جيبته ملانة هاد، فايش؟ معاه امرالد كتير شكله. اوكي برا العالم، برا العالم، جي جي، طيحته برا العالم، اخذت كل ايز، اخذت كل ايز يا شباب. هدول ما ماخذين اثنين، كيف بدي احكي لك؟ لا 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 موت برا برا برا. مطاحش، لا مطاحش، طيحته. اوكي جي جي. المشكله اخذ الموارد، لا يا رب ما اخذهاش. اوكي ما اخذت، اشتريت هذا جولدن ابل، جولدن ابل، جولدن ابل قبل ما يجيني هذا صاحبه. كل جولدن ابل اكلت، اكلت طيب عادي عادي، مو اكلت اكلت. شو اموت، شو اموت؟ لا حبيبي وين؟ لا الله ذبحني، ذبحني ذبحني الاكوا. اسمع لعيب الاكوا، فبنحاول والله مره نشد حيلنا. يب فنتقين كمان، شفتوا زي ما انتم شايفين زادت لي اغراض هون، شكرا لك حبيبي. انت يا زلمه الله شلت واحد من الاكوا ولا اليلو؟ حاول خلاص روح انهي اليلو، خلاص روح انهي اليلو، يعني طول بدناش يجيب شغلات كثير قويه، فاهم علي؟ يب يب بس نوب، ترى نوب مو مره. لا اعطيني حبه، اعطيني حبه جولد، اعطيني حبه جولد، بدي حبه جولد، اعطيني حبه جولد. رميتها. وين رايح انت؟ اجيب موارد من هنا، اجيب لي الاشياء وبعدين ادرعم. شايف انا اخذها يا زلمه، شو بدك انت؟ هش هش. طب ما طورت لناش شيء انت؟ ما جاء جاء الاكوا، الاكوا بحاول يكسر الطريق، فاهم؟ اللي اكوا الحيوان بحاول يكسر الطريق. زبطت الطريق، انا رايح للاكوا، الاكوا جايك جايك جايك، جاي دباحك. وين شارد؟ تعال يا حيوان. تعال 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 شارد 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 شارد. استراتيجية حلوة، اتمنى انها تنفع. اوكي انا بطلع لهم هيك وبروح بروح لهم على التيم. روح 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 يا صاحبي، روح روح يا صاحبي، روح 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 يا صاحبي. كل واحد طاح من شقه على فكره، انا باليمين. طاح طاح طاح، لا تقول انت غش يا اخي، والله غش. ياكل كل كل محسوب، محسوب حبيبي، محسوب 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 الكل يا شباب، يا شباب محسوب يا شباب. ديستروي بطتنا راحت، سريرنا راح، فبحاول اعمل ابجريد لل معايا على الاكوا بسرعه، حموت موت موت. اوكي جي جي، هلا انت نقاطك فرزوا، فيش لك نقاط زياده. يب عندي واحد خمسه كيلز، خمسه كيلز وسرير، سريرين ولا خمسه كيلز وسريرين؟ بحاول اذبح اليلو. لا سرير واحد اعتقد، هاي سرير الاكوا واحد. الاكوا سريع،
لا 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 ما تروحنيش لا 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 مت لا الله جي جي هلا خلينا نحسب نحسب بدون ما نفوز عادي يعني خلينا نحسب عادي بدون ما نفوز والله ما بعرف المشكلة استنى قصير نعيد الجيم عادي لحظة باسكيل باي سهيب جيمر اتوقع ما راحوا الشغلات بالشات بمحوه يب بمحي الشغلات اللي سويناها فهيك بدي امشي انا بالمقطع انت اكثر بالراحة انت اكثر بالراحة دعمت اكثر من خمسة انت صح وكسبت سريرين فايق انو لا اكثر من خمسة يب بس اسمع بنشوف اخر المقطع بنشوف كم كل هيك بريحني اكثر فهمت بنهاية المقطع صح خلاص. لانه ضايل واحد يلو اذا مات خلص بنته هم فخلينا نشوف هلا لما ينتهي الماب الجولة لما يفوز واحد بنشوف احنا الشات وبنكرر يلا اوكي انا 10 زي ما بتشوف الفيرست كيل الثاني زين 7 كسرت انا سريرين يعني بضيف 4 يعني 14 وهو كسر سرير يعني بضيف قديش بصير 9 ياب 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 ف راح يكون في حسابين ماينكرافت بس بيش راح احطهم بالوصفه وهذا اكتبوا بالتعليق واشتركوا بالقناه وحطوا لايك عشان تخشوا السحب واعطيكم حسابين ماينكرافت بالحلقه الجاي بحط يعني راندوم الكومنتات هاي عشان تفوزوا بالجيف اوي بتحب تحكي شيء زين شكرا على الاكونتين يا زين شكرا شكرا حبيبي عفوا تستاهلون اكثر وطبعا لو شفنا التفاعل اكثر على هذه السلسله ممكن نسوي تحديات اكثر وكمان نوزع حسابات اكثر ان شاء الله يعني في تخيل انتم حسابين ممكن قدام يكونوا ثلاثه مش اثنين ف ممكن تزيدوا ممكن يصيروا خمسه ما تعرف على حسب التحدي ممكن يكون تحدي قوي اكتبوا لنا كمان تحديات تحت في الكومنتات تحديات قويه تستاهل حسابات كثيره يب يعني ممكن ايش نكون انا وياه نعمل التحدي مع بعض اذا خسرنا فيه نعطيكم حساب يعني مش انه ضد بعض دائما نكون ضد بعض لا ممكن فاهمين علي كيف انه نكون انا وياه مع بعض فبتمنى تكون عجبتكم الحلقه والحسابين كان معكم اخوكم سايب جيمر وزين بامان الله.